اذا استمعتم للمدرب الشريف ورايه حول هذا اللقاء اللي بدا الان لتنشهدوا طرقت الان المقابله التي تجمع بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي. الكره الان عند فريق الجيش الملكي اللاعب الرموكي. لاحظوا الان التمريرات ديال فريق الجيش الملكي وتجي اخيرا فوزي تخرج الكره للزاويه. من خلال التشكيله ديال الفريقين فتلاحظوا هناك غياب ابرامي لموقوف من طرف المكتب ديال الفريق لمده شهر وذلك لعدم الانضباط. بالنسبه للفريق الجيش الملكي فتي غايب اللاعب الغريسي اللي طرد مؤخرا امام خلال لقاء الجيش الملكي امام قوات المساعده. وكاين ملاحظه اخرى وهو ان اللاعب فخر الدين تيلعب هناك في كرسي الاحتياط. اذا شرط لفائده فريق الوداد البيضاوي. ملاحظه اخرى هو دخول التيمومي لاول مره في هذه المقابلة. تيمومي اللي تقريبا ما لعبش مع فريق منذ اللعبة مع فريق الأولمبيك البيضاوي أي زوها عامين تقريبا. هو الآن يدخل لأول مرة ليعزز فريق الجيش الملكي. إذن ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. ده ضربة خطأ لاعب مجيد فردوت. مرة أخرى مجيد تراوغ لكن هناك خطأ بالفعل يشير إلى أن حكم المقابلة هو السيد حدقة اللي ارتكب الخطأ هو لاعب رقم 15 بوشلة. فوزي هو اللي غينفذ ضربة خطأ. فوزي تيستعد تيمرر في اتجاه لاعب فرتوت اللي ما تمكنش من الكره. هناك الرموكي تيمومي بالراس. هناك الان صراع الكره انا فلوس لكن بعيد الكره. هناك سهيل يكمل الكره الحارس بوبي. بالنسبة للفريق الجيش الملكي فسبق له فاز 5 مرات بكأس العرش سنة 1959 بعد فوزه على مولودية وجدة بإصابة 1-0، سنة 71 بعدما فاز على المغرب الفاسي بضربات ترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني للمقابلة بهدف مقابل هدف، وفي سنة 85 فريق الجيش الملكي فاز على الدفاع الحسني الجديدي 3-0، 86 فاز على الدفاع الحسني الجديدي أيضا 3-1. وتلاحظون أنه منذ 84 فتمكن فريق الجيش الملكي من الفوز ب3 مرات بكأس العرش سنة 84 85 و86. بالنسبة للمشاركة ديالو في النهاية فسبق له شارك سنة 1988 وخسر أمام المغرب الفاسي. سنة 90 خسر أيضا أمام الأولمبيك البيضاوي بالضربات الترجيحية. اللاعب رموكي. رموكي غادي ينفذ الشرط. شمالي. صمادي. فتلاحظوا بأن كل عنصر وإلا أتيح رصه عنصر من الطرف الآخر. هناك حراسة فردية سواء من طرف فريق الجيش الملكي أو من طرف فريق الوداد البيضاوي. رموكي من اتجاه أنا فلوس لكن كان هناك شروط اللاعب أنا فلوس. بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي فهو أيضا سبق له فاز بكأس العرش 5 مرات. سنة 1970 فاز على نهضة الصاد بإصابة 1-0، 78 فاز على
نهضر القنيطرية ب 3-0 و 79 فاز على شباب المحمدية بإصابتين لواحدة سنة 81. تيمومي تمرات مريرة جميلة لكن بعيدة على أنافلوس وتتمكن منها في الأخير بوبري. قلت بأنه سنة 79 فاز على شباب محمدية بإصابتين لواحدة، سنة 81 فاز على النادي التونسي بإصابتين لواحدة، وفي سنة 89 فاز على أولمبيك خريبكا بإصابتين لصفر. بالنسبة للنهايات فسبق له شارك 4 مرات وخسر سنة 57 أمام وجدة بفضل أول هدف سجل في اللقاء بعدما انتهى الوقت القانوني من المقابلة بالتعادل. آنذاك كان يحتسب الهدف الأول الذي سجل. سنة 58 خسر أمام وجدة بإصابتين لواحدة، 61 خسر أمام النادي القنيطري بإصابة واحدة لصفر، وسنة 64 انهزم أمام الكوكب مراكشي ب3-2. إذن هذا هو بالنسبة للكؤوس اللي فازوا بها الفريقين أو المشاركة ديالهم في نهاية هذه الكأس. منذ بداية المقابلة ما لاحظناش فرصة حقيقية للتسجيل، هناك الكرة متمركزة خاصة في وسط الميدان، هناك جس النبض من طرفين، هناك أيضا احتياط لاعب مجيد يحاول يروق دائما الكرة عند مجيد يتمكن منها الرموكي تترجع عند فريق الجيش الملكي. أنافلوس، أنافلوس الحضريوي، حضريوي براعة كبيرة أنافلوس، هذه عملية ممتازة لكن تيجي أخيرا أحد لاعبي فريق الوداد وتخرج كرة الشرط. الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي، تنفذ الشرط في اتجاه أنافلوس والحكم تعلن على ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد البيضاوي. كما قلت فلاعب تيمو بيت يدخل لأول مرة لهذه المقابلة. وعن تيمو بي سألنا قبل بداية هذه المقابلة المدرب سيد ويلسون كيف تشوف لاعب تيمو بي، وغادي نستمع له بعد قليل باش نشوف لاعب تيمو بي ودخوله في هذه المقابلة. هذا الجواب على هذا السؤال سنستمع إليه خلال هذا الشوط، الشوط الأول من هذه المقابلة. هناك هجوم الحضريوي، الحضريوي ما تمكنش من الكرة، تمكن منها اللاعب فوزي، فوزي تيشوف لما الغادي مرار تيمر في اتجاه مجيد، شيشة الرموكي، الرموكي هناك خطأ، خطأ بالفعل هناك خطأ في حق اللاعب الحضريوي. نفذات تيمومي وشرط، شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. لاحظوا هنا الأنصار ديال فريق الوداد البيضاوي، هناك حراسة فردية على كل من أنافلوس والحضريوي. مجيد، مجيد في وسط الميدان، تمريرة مزيانة اتجاه اللاعب فرتوت، تلاحظوا فمنذ بداية هذه المباراة ما كانتش هناك شي فرصة حقيقية للتسجيل. طبيعة الحال هذا تيرجع للحراسة الفردية ديال اللي مطبقة من الطرفين. لاحظوا العملية الممتازة اللي قام بها اللاعب تيمومي. فريق الجيش الملكي يعتمد على التمريرات الطويلة في اتجاه أنافلوس حتى الآن. مجيد، مجيد وشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. نفذ الشرط. وسالم. اللاعب الرموكي. اتجاه
رجال الصماديش مريش مليك تيحاولوا تلاحظوا العناصر ديال فريق الجيش الملكي تيبغيو يحاولوا يبنيوا العمليات الهجوميه بطريقه جميله وجماعيه. حضريوي تمرر هذه خطيره، لكن هناك اللاعب رقم 14 ينقد الموقف. اذا اللقاء تتميز بدخول اللاعب التيمومي. نسمعوا كيفاش يشوف المدرب ويلسون اللاعب التيمومي. Timoumi, c'est un joueur de beaucoup de talent, c'est un joueur de classe. Et nous faisons une stratégie pour sa classe et son talent venir surmonter sur tous. Et il y a de l'autre joueur pour travailler bien sur le terrain. Mais l'aspect de talent et de classe, c'est très important. Et Timoumi sait faire comme il n'y a pas l'autre qui fait comme Timoumi. Concernant. إذا استمعتوا الرأي ديال ويلسون عن تيمومي، وبدون شك لاحظتوا العملية الممتازة اللي قام بها في هذه الفرصة اللي اتاحت لفريق الجيش الملكي، وكانت أحسن فرصة منذ بداية المقابلة لفائدة فريق الجيش الملكي. هجوم الآن لفريق الجيش الملكي. أنا فلوس تيمومي. لاحظوا اللمسات ديال تيمومي تقريبا ما نقش تيمومي، باقي هو اللمسات ديالو اللي شاهدناها خاصة في كأس العالم، تلك اللمسات أمام الفريق البرتغالي. تيمومي ينفذ ضربة خطأ، لاعب صمادي الآن. فكاين هناك واحد الامتياز لفائدة فريق الجيش الملكي، هو اللي متحكم في المباراة، وإن كانت الفرص ما كايناش من عدمة باستثناء اللي شاهدنا قبل قليل لفائدة فريق الجيش الملكي. شاهدوا فريق الوداد معمر وسط الميدان 4-4-2، وهناك الحراسة الفردية من طرف فريق الجيش الملكي على أغلب اللاعبين وخاصة المهاجمين، فتنظر بأنه صعيب على الآن فريق الوداد البيضاوي باش يخترق وسط الميدان والدفاع ديال فريق الجيش الملكي صعيب عليه كثير. الكرة الآن عند فوزي فضيلي تضيع له، هذه كانت كاد تكون فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي، تمرير طويرة لكن ما كاينش هناك، كاين فقط الحارس. خطأ كان خطأ ديال اللاعب الشبوكي، مدافع الشبوكي. إذن دائما التعادل صفر لمثليه بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي في هذه المقابلة اللي تنتابعها مباشرة من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. دائما التعادل صفر لمثليه، لقاء صعيب، لقاء قوي. ضربة خطأ لفائدة فريق الوداد البيضاوي، اللي غينفذ ضربة خطأ هو اللاعب فوزي تيقذف بدون شك في اتجاه راس فرتوت، تيدخل احد المدافعين. انا فلوس دائما محافظ على الكره. انا فلوس تضيع له الكره. فوزي في اتجاه صابر جيد مزيانة لكن بعيدة شوية على فرتوت، تمشي الكرة عند الحارس البرازيلي مجيد تستعد باش يقذف، تفضل يمرر للاعب الصدري. مالئين العناصر ديال فريق الجيش الملكي، مالئين وسط الميدان والدفاع، فصعيب باش تخترق الآن من طرف فريق الوداد البيضاوي.
هناك صعوبة. فوزي شبوكي، فوزي مجيد شبوكي مرة أخرى، صدري مباشرة عند الحارس البرازي. كاين هناك لمسات فنية، الرموكي تلاحظوا الرموكي، وهلال الرموكي مرة أخرى، وشرط دائما تعادل صفر لمثله بين الفريقين، مستوى متوسط، ما كانش هناك دفاع قوي من لدن الطرفين. مجيد تحاول ما امكن باش هجوم مضاد تضيع الحضريوي، وشرط مره اخرى هذه المره لفائده فريق الجيش الملكي. كثرة الشرط طبيعة الحال، فملي تكون هناك احتياط وخوف من لدن الفريقين فتتصعب المقابلة وتتقلل الفنيات وكذلك الفرجة. لكن تتضح بأن هناك عزيمة من لدن الطرفين في بناء عمليات ممتازة، عمليات هجومية منسقة. لكن حتى الآن هناك حراسة الفردية، وخاصة هناك ميول للدفاع من الطرفين هو اللي حال دون تحقيق هذا المنتخب. أنا فلوس هذه كانت غتكون خطيرة على فريق الوداد البيضاوي. أسالم الآن، وسالم تمريرة طويلة، تلاحظوا بأن تعتمد فريق الجيش الملكي على التمريرات الطويلة خاصة في اتجاه اللاعب أنافلوس. وكما أشرت فهناك غياب لاعب الغريسين التي يعتبر من العناصر المهمة، وبدون شك قد يكون له تأثير في هذه المقابلة اللاعب الغريسين اللي عوض باللاعب تيمومي. وبعد لحظات غنستمع. هذه كانت احسن فرصه منذ بدايه المقابله لفائده فريق الوداد البيضاوي بوسط لاعب مجيد. تلاحظوا كان هناك نوعا ما واحد الفراغ في خط دفاع فريق الجيش الملكي لم يستغل من طرف لاعب مجيد، كانت القذفه ديالو ضعيفه شيئا ما. إذن بعد قليل غادي نستمعوا على من اللاعب ويلسون على الغياب ديال الغريسي، واش عنده شي تأثير على هاد المقابلة على الفريق ديالو فريق الجيش الملكي أمام الوداد ولا ما عندوش. هذا غادي يجيب عليه المدرب السيد ويلسون، وغنستمعوا له بعد لحظات. إذا ضربة خطأ الآن لفائدة فريق الوداد البيضاوي. حكم منظر شفوي سيد حدقة للاعب أشلة، ضربة خطأ فوزي. تلاحظوا الحضريوي دائما مع اللاعب مجيد، الرموكي تيمومي، لا تضيع له الكره. مجيد خطير، لكن هناك خطا، حكمت على خطا، بدون شك غادي يكون هناك انذار. بدون شك تشاهدوا السيد حدقه، اذا توجه انذار للاعب اوشلا. اللاعب مجيد
لاعب قوي ولاعب ممتاز. تلاحظوا بانه تحاول ما امكن يمشي يجيب الكرات، يحاول يراوغ، يحاول يوزع كل الكرات تقريبا. إذن كما قلت هذا سؤال حول غياب اللاعب الغريسي وتأثيره على فريق جور نسيسير ما جا سي موماز إل ني با أغريسي إلي ألوت نوز ألون فير يون استراتيجي بندان لا كوال نو بوفون فانكر فانكر الكراندي إيكيب دو أوك. بدون شك فاستمعتم السيد ويسون فهو تيقول لك بأنه حاول ينهج واحد الخطه اللي تتوافق غياب ديال اللاعب الغريسي. فالمهم بالنسبه له هو نهج واحد الخطه مغايره على حسب الغياب ديال الغريسي، وتيحاول ما امكن باش يفوز على فريق الوداد البيضاوي في هذه المقابله. هذا كان ديال كان تصريح ديال السيد ويسون مدرب فريق الجيش الملكي حول غياب اللاعب الغريسي، وكما اشرت بانه كان توقف خلال المقابله الماضيه. تلاحظوا مجيتي يدخل الان اللي كان تصاب قبل قليل، كما قلت اللاعب الغريسي اللي كان تطرد خلال المقابله ديال فريق الجيش الملكي امام القوات المساعده، واللي فريق الجيش الملكي في هذا اللقاء في البطوله ما ظهرش بالمستوى الجيد ديالو. كان بامكان فريق القوات المساعده باش ينتصر، لكن عدم التجربه ديال اللاعبين ديالو فحال دون ذلك. الكره الان عند فريق الوداد البيضاوي، تدخل اسلام سهيل، هجوم مضاد الان الصمادي، الصمادي تمرير اتجاه انفوس، تلاحظوا انفوس فهو في جميع الاماكن الوسط الوسط، يلعبوا كثير الان على اللاعب انفوس. بولال سالم، سالم الرموكي، الرموكي كرة رائعة، فرتوت وشلا، وشلا تمريرة طويلة لكن مباشرة عند الحارس بوبغي. إذن دائما التعادل صفر لمثليه بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي في هذه المقابلة نصف النهاية الأولى اللي تنتابعوها جميع مباشرة من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. الرموكي اتجاه أنفلوس، أنفلوس هذه فرصة بدون شك، حكم تعلن على خطأ، تعلن على خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. هذه ضربة خطأ خطيرة جدا، كنعرفوا بأن اللاعب الحضروي فهو تنفذ ضربات الأخطاء بواحد الشكل جيد، بواحد الشكل قوي جدا. ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. أمام الكرة كل من الشمالي شيشة تيمومي، ظن أن التيمومي تستعاد بالشمامي لكن بعيدة بعيدة، هذه قذفة اللاعب الشمامي. فائدة فريق الوداد البيضاوي، دائما تعادل صفر لمثليه، حيطة وحذر أيضا دائما من الطرفين، حراسة فردية على كل اللاعبين. شبوكي جيت جيت من الشمامي حضروي وخطأ، خطأ لفائدة حضروي. وشلا تيمومي، تمريرة جميلة ديال تيمومي لكن بعيدة على الحضروي، بعيدة عليه.
انا فلوس انا فلوس تحاول يروق امام الرموكي تحاول كل الحضروي الحضروي تيبغي يدوز لكن ما تمكنش هناك اللاعب فوزي كرارة طويلة في اتجاه سهيل سهيل فاضل وشرط شرط لفائدة فريق الجيش الملكي هجوم الآن لفائدة فريق الوداد لكن الحكم تعلن على خطأ لفائدة الجيش الملكي ضربة خطأ وإنذار إنذار اللاعب رقم 10 اللي هو علالي الإنذار الثاني في المقابلة هناك الإنذار الأول للجيش الملكي في شخص أشلة والإنذار الثاني في شخص علالي من الوداد البيضاوي تيمومي تستعد باش يقدر ضربة خطا تمريرة مزيانة في اتجاه صمدي صمدي تمريرة تنشوف اللاعب أنا فلوس يرفع لي يديه ديالو لكن الحكم تيعلن على ضربة زاوية ضربة زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي فات ضربة زاوية دائرية لكن الحارس بوبري هجوم سريع بواسطة مجيد لاحظوا مجيد المجهود اللي تقيم به اللاعب مجيد منذ بداية المقابلة هناك حراسة فردية على جل اللاعبين مقابلة صعبة جدا بالنسبة للطرفين وإن كان فريق الجيش الملكي هو عنده واحد الامتياز من حيث الاحتكار ديال الكرة تشاهدوا ويلسون ماريو ويلسون مدرب فريق الجيش الملكي خلال اللقاءات ديالو فهو دائما تيبقى واقف تقريبا حتى النهاية ديال المقابلة ما تيجلس على الكرسي تمريرة طويلة في اتجاه فرتوت علالي علالي اتجاه سهيل فوزي بوبغي لاحظوا بان تيحاولوا ما امكن باش يجروا اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي حتى الان وسط الميدان والدفاع تشكل واحد العائق كبير لفريق الوداد البيضاوي مجيد 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 تمرر فرتوت تتمكن من الكرة عملية ممتازة هذه ديال اللاعب فرتوت وخطأ كان هناك خطأ بالفعل مشى تنظر الحكم كان قريب العملية سيد حدقة هناك جمهور لا بأس به تتابع المقابلة مقابلة نصف النهائي الأولى اللي تجمع بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي والتعادل دائما صفر لمثليه مجيد مجيد تمرار خطيره هذه لكن ما تمكنش منها اللاعب فرتوت حوالي 30 دقيقة الآن لمرات دائما تعادل صفر لمثله خطأ لفائدة بوهلال شوط عادي مستوى أيضا عادي تيمومي هذه محاولة بوسط تيمومي تبرم سيارة هذه يا حضريوي
هذه كانت احسن فرصه. لاحظوا العمليه اللي قام بها التيمومي بالرغم من انه كان ضايق من طرف احد اللاعبين، لكن الحكم كان اعلن سبق اعلن على شروط اللاعب الحضريوي. لاحظوا هنا الاعاده، لاحظوا التيمومي، كانت تبريره مزيانه ديال اللاعب التيمومي، لكن بالفعل كان في وضعيه شروط اللاعب الحضريوي. مجيد خطيره، غيقذف لكن بعيده. هذا ماشي لاعب مجيد، لاعب مستوري اللي تيحمل رقم 13، لاعب مستوري من بعيد تيتشابه لي مع اللاعب مجيد، لان الرؤيه تكون صعبه خاصه في الوضعيه اللي فيها انا الان، بعيد كثير على الملعب. هذه محاولة لفائدة فريق الوداد البيضاوي من الجهة اليسرى، تمرر لكن أحد اللاعبين تلمس الكرة وتيجي أخيرا اللاعب أسالم وتبعد الكرة وترجع لفريق الوداد البيضاوي، وشرط لفائدة فريق الوداد. دائما التعادل صفر للمثلين، صاحبي المدرب الشريف مدرب فريق الوداد البيضاوي. خطأ كان هناك دفاع لاعب الصمدي، خطأ لفائدة الصمدي بوهلال. أنا فلوس، خطأ ديال أنا فلوس، كان في صراع مع الفضيلي. هذا هو ان فريق الوداد مش نزل شيئا ما المستوى ديالو، فماشي هي هذه الوداد اللي تنعرفوا السنه الماضيه والسنوات الماضيه. بطبيعه الحال فهناك مجموعه من الاسباب هي التي اثرت بشكل قد يكون لها تاثير على الفريق. بالمقابل فريق الجيش الملكي في هذه السنة فهو ظهر بواحد الشكل جيد وصبح تشكل خطورة على جميع الأندية الوطنية، وبدون شك فهو غادي يلعب الأدوار الطلائعية خلال هذا الموسم من أجل الظفر بلقب البطولة. هناك ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. من ضربة خطأ لاعب تيمومي، تلاحظوا كل اللاعبين هناك صفر ضيع على كل اللاعبين. تيمومي تمرر اتجاه وشلا عمليه ممتازه، لكن احد المدافعين تدخل في اخر لحظه. لاعب فرتوت دائما محتفظ بالكره، تيبغي مرة لكن تضيع له. تيمومي لاحظوا اللمسات الفنية ديال اللاعب تيمومي. خطأ لفائدة تيمومي. مرموكي اتجاه تيمومي طويلة طويلة اتجاه أنا فلوس. هناك فضيلي فوزي بالرأس للحارس بوبري. دائما التعادل صفر لمثله بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي. وسلام وشلا الصمادي تيمومي لاعب وسط الميدان. لاعب الحضريوي يقول ان الحكام غادي يعطي شيء انذار،
الانذار إذن لرقم 15 اللي هو الشبوكي. هذا الانذار الثاني في صفوف فريق الوداد البيضاوي بعد ما بعد علالي. لاعب نجيب إذن ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. لاعب الرموكي هو اللي غينفذ ضربة خطأ اتجاه اللاعب أنا فلوس. بل الحضريوي فما كاينش هناك الريحة ديال الهدف خلال هذا الشوط. ربما اللهم إلا كانت هناك بعد الكرات الثابتة أو عن طريق ضربة جزاء. أظن بأنه حتى الآن فصعيب جدا باش يكون هناك هدف. فوزي الصدري تدخل شيشة تيمومي. تيمومي تضيع له الكرة يصبح الآن هجوم لفائدة فريق الوداد. بنجي شوف لمن غادي يعطي الكرة مازال محتفظ بالكرة. تمريرة في اتجاه تضيع وهجوم مضاد الآن لفائدة فريق الجيش الملكي. شيشة 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 تمريرة طويلة في اتجاه الصمادي. الصمادي اش غيعمل بها؟ تيبغي يراوغ لكن تضيع له. رموكي حضريوي يخرج من الملعب وخطأ خطأ والشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. خمس دقائق على نهاية الشوط الأول. دائما تعادل صفر لمثله بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي. هذه المقابلة مقابلة نصف النهاية الأولى اللي تتابعوها الجميع مباشرة من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. مجيد مجيد تضيع له الكرة تدخل اللاعب أسالم. لاحظوا هناك مجهود كبير تقوم به اللاعب مجيد. الشرط لفائدة فريق الوداد صابير. كثرة الشرط في هذا الشوط. صابر مجيد مجيد تضيع له الكرة. رموكي طويلة كاين هناك فوزي ما تمكنش منها اللاعب أنا فلوس. فرتوت فرتوت هجوم الآن مضاد بواسطة اللاعب أسالم وخطأ خطأ. حكم إعلان على خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي اللاعب أسالم. مقابلة صعيبة كما قلت صعيبة جدا على الفريقين معا. بطبيعة الحال فتكون هناك دفاع بدني كبير مثل هذه اللقاءات تتكون الحيطة والحذر. بطبيعة الحال كما قلت صعيبة تتنعدم الفرجة لأن يعني كل فريق خايف. هذه عملية ممتازة لكن الكرة تضيع اللاعب أشلة. الرموكي الحارس البرازيلي اش غيعمل بها الحارس البرازيلي. الرموكي حصل الحظ تترجع عند الرموكي. تيمومي تيمومي تمرة مزيانة. الحضريوي الحضريوي تيدخل أخيرا الشبوك. الشرط مرة أخرى لفائدة فريق الجيش الملكي. الرموكي جاء تيمومي تيمومي الرموكي الرموكي تيمومي تيمومي
مرشح. أنا فلوس يتمكن من اللاعب شبوكي فرتوت الثاني مرة أخرى شرط. لاعب فضيلي كما تلاحظوا فهو مصاب في الرأس ديالو، بالرغم من ذلك فهو تلعب هذه المقابلة. هذه كانت محاولة من طرف فريق الوداد البيضاوي. اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، دائما التعادل 0-2 بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي، نفس المستوى دائما منذ بداية اللي شاهدناه في بداية هذا الشوط. حضر ويش بوكي بالرأس باتجاه بوكي، شلت مرة طويلة، لكن هناك فوزي تتمكن منها. فوزي هو الآخر، تمريرة طويلة، لكن هناك بوهلال دائما عنده الكرة. الصمدي غادي يحاول باش يراوغ، تضيع له الكرة، ترجع عند فريق الوداد البيضاوي. تدخل اللاعب الصمدي وخطأ لفائدة فريق الوداد البيضاوي. دائما التعادل 0-0 بين فريق الوداد والجيش الملكي. مقابلة كما قلت صعبة جدا. الصدري هذا هجوم لفائدة فريق الوداد. الصدري تمرار، لكن هناك اللاعب او الحارس البرازي شيشة دائما عنده الكرة. شيشة تبريرة مزيانة، لكن ما تمكنش من اللاعب الحضريوي. ترجع الكرة عند لاعبي فريق الوداد. فوزي سويل الصدري علالي الشبوكي في اتجاه صابير. هناك الرموكي قائم بمقابلة جيدة وشرط لفائدة فريق الوداد. صابير هو اللي غينفذ الشرط. الشرط اتجاه مجيد، مرة أخرى شرط. شيشة في اتجاه تيمومي، هذا هجوم لفائدة، ما تمكنش منها تيمومي، وشرط لفائدة الجيش الملكي. رموكي هو اللي غينفذ الشرط. حضريوي فوزي سالم، وفي هذا الاثناء سيداتي وسادتي يعلن الحكم على نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0. الشوط عادي، ربما غنشاهدوا خلال هذا الشوط الثاني مستوى أحسن بكثير من الشوط الأول.
إذن انطلقت الجولة الثانية والكرة عند فريق الوداد البيضاوي. هجوم لفائدة فريق الوداد من الجهة اليمنى، تصبح هجوم مضاد لفائدة فريق الجيش الملكي. كما لاحظتم فخلال الشوط الأول كانت هناك فرص تسجيل قليلة جدا باستثناء فرصتين اللي كانت لفريق الجيش الملكي. وتلاحظ أيضا بأن اللاعب الغريسي فعنده واحد التأثير خاصة على مستوى الخط الأمامي لفريق الجيش الملكي، حيث تشاهدوا بأن اللاعب أنفلوس بمفرده فلقى واحد صعوبة كبيرة حتى الآن في تنفيذ بعض العمليات الهجومية لفريق الجيش الملكي. إذن ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي على مشارف مربع العمليات. هناك اللاعب شيشة تيمومي هو اللي يقذف ضربة خطأ، هذه خطيرة جدا، ما تبدوش كانت تمشي دائرية، تقذف، هذه كانت فرصة، كانت فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي. إذن هجوم الآن لفائدة فريق الوداد البيضاوي بواسطة اللاعب الصدري، الصدري تيحاول يراوغ بوهلال، تيدخل تيدخل، لكن ما كاينش أظن ما كاينش هناك خطأ بالفعل. الحكم تيعلن على ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. صمدي، صمدي كرة طويلة. خطأ، هناك خطأ لفائدة الوداد. اللاعب فوزي، فوزي في اتجاه سهيل، رجع الكرة مرة أخرى عند سهيل، تضيع الكرة، هجوم مضاد أنفلوس، أنفلوس ما تيتمكنش من المراوغة، تضيع له الكرة وتترجع عند فريق الوداد البيضاوي. هذا هجوم بواسطة رقم اثنين تيقذف، لكن تيدخل أحد المدافعين، وفي نفس الوقت كان هناك شروط. تيموري تيموري اتجاه شيشة بعيد عليه، شرط لفائدة فريق الوداد البيضاوي. هذا اللاعب سهيل من فريق الوداد البيضاوي، كما قلت فهناك بعض الغياب في صفوف الفريقين، هناك الغريسي بالنسبة لفريق الجيش الملكي، وهناك أبرامي في صفوف فريق الوداد، أبرامي اللي موقوف لمدة شهر وذلك لعدم الانضباط. هذا إلى جانب اللاعب فخر الدين، فخر الدين اللي صرح لي قبل بداية هذه المقابلة بأنه كان مريض، لكن الآن شفي وبدأ تدريبه بصورة عادية، وهو الآن في احتياط ديال فريق الوداد البيضاوي. وعن هذا الغياب ديال اللاعب أبرامي وأيضا فخر الدين اللي في الاحتياط، غادي نستمعوا بعد قليل على المدرب الشريف، واش هذا الغياب ديال ابرامي عنده تاثير على المقابله، وايضا هل فخر الدين عنده حتى هو واحد تاثير على مسيره المقابله الان. اذا فريق الجيش الملكي عنده الكره الان، الشرط، الشرط دائما لفائدة فريق الجيش الملكي، نفذ الشرط. تنظن بأن بداية هذه المقابلة تنبئ بأهداف، بتسجيل الأهداف. أظن الخطأ، حكم تعلن على خطأ مرة أخرى لفائدة فريق الجيش الملكي. ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. بالنسبة للتحكيم
فكما تشاهدوا فالحكم السيد حدقق فهو اعتقد يقود هذه المقابله بواحد الجديه كبيره، فهو الان تيحكم المقابله بشكل جيد. وعلى ذكر التحكيم فلأول مرة اللجنة المؤقتة استقبلت مجموعة من الأحكام واستمعت إلى مختلف المشاكل المتعلقة بممارسة التحكيم. فريق الوداد البيضاوي الآن عنده الكرة مجيد لكن ما تمكنش منها المستوري بوهلال، التدخل ديال المستوري اللي تباعد الكرة الصمامي، هناك فرتوت والحكم يتدخل لفائدة الصمد. تمريرة طويلة في اتجاه الحضريوي تتمكن من الشبوكي. الكرة الآن في وسط الميدان تضيع، تدخل الصمادي، هجوم مجيد يقذف لكن ضعيفة شيئا ما في يد الحارس البرازيلي مجيد اللي لاحظناه في الشوط الأول تيتحرك كثير، تيلعب الآن مقابلة جيدة تقريبا، هو العنصر اللي بارز حتى الآن ضمن عناصر فريق الوداد البيضاوي. وشلا الرموكي دائما عنده الكرة تيبغي مرر تضيع له، ترجع هجوم مضاد لفائدة فريق الوداد البيضاوي. سهيل تدخل ديال أسالم، الشط فوزي تمريرة طويلة اتجاه اللاعب مجيد تضيع من الكرات، يسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. اللاعب مجيد مرة مزيان، هدف فرتوت، هذه محاولة لفائدة فريق الوداد البيضاوي، خطيرة تدخل أخيرا السمادي. هذه كانت محاولة بواسطة اللاعب فرتوت وفي آخر لحظة تدخل اللاعب الصمدي. فكما قلت في بداية الشوط الثاني تنبئ بتسجيل الأهداف، لأن عندنا تشاهد واحد اللاعب تقريبا مفتوح الآن. إذا غنستمعوا للمدرب الشريف حول سؤال حول غياب أبرامي ولاعب فخر الدين اللي في احتياط. استمعوا الشريف. نستمع لرأي الشريف عن فخر الدين. فخر الدين لاعب كبير وعنده إمكانيات هائلة، ولكن هذه المباراة هذه بالنسبة لنا احنا فخر الدين كنعتمدوا عليه، ولكن البداية ديالها لازم تكون عندنا واحد شوية تاع كما كنسميوها جسم نبض، كنحتاطوا وكنديروا احتياطات، والمباراة في حد ذاتها تشوفوا المباراة إن شاء الله في البداية ديالها. فاحنا كل لاعب اللي كيأدي الواجب ديالو، وهذه عائلة الوداد، لا اللي يلعب ولا ما يلعبش، كل شيء بالنسبة لنا موجود. هذا سؤال عام، فكيفاش تشوف هذه السنة الكرة؟ الكرة الآن عند فريق الوداد البيضاوي. لاعب مجيد يمرر طويل في اتجاه لاعب فرتوت، هذه خطيرة، صدري تقذف، وهدف لفائدة فريق الوداد البيضاوي بواسطة لاعب فرتوت. إذا هدف لفائدة فريق الوداد البيضاوي، إذا 1-0. ضربة زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي. نفتات ضربة زاوية دائرية تدخل الحارس بوبغي، هناك صراع، وأخيرا تدخل الحكم لفائدة الوداد. إذن 1-0 لفائدة فريق الوداد البيضاوي. لاحظوا كل من ويلسون والشريف، فوزي
دون شك المقابلة الآن غادي غادي يرتفع أيضا المستوى ديالها وغادي يدفع الهدف فريق الجيش الملكي للبحث عن هدف التعادل. شيشة شيشة تيبومي لكن القذفة ديالو تتصطدم بالمدافع الشبوكي. هناك واحد النوع من الضغط الآن لفائدة فريق الجيش الملكي اللي كما قلت فهو غادي يحاول يبحث عن هدف التعادل. تيمومي تيمومي أمامه شيشة تحاول يراوغ وضربة خطأ لكن الحكم ما شافش ضربة خطأ يعني على شرط شمامي. شمامي تقداف لكن هناك أحد المدافعين التي بعد الكرة في اتجاه الشرط الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. شمامي شمامي تيبغي راوغ تيفقد التوازن ديالو. فوزي فوزي الحارس بوبغي بوبغي وشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. النتيجة الآن هدف لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي. دائما 1-0 لفائدة فريق الوداد البيضاوي هدف لتسجيل الدقة 10 من الجولة الثانية. ضربة خطأ لفائدة الوداد تلاحظوا الفرحة ديال عناصر أو أنصار فريق الوداد البيضاوي. شيشة بالرأس في اتجاه تيمومي تيتمكن منها الشبوكي. هناك صراع في وسط الميدان تيتمكن منها اللاعب رقم 13 اللي هو البستوري. كاينش هناك خطأ لأن اللاعب مجيد تظهر بخطأ. هذه حملة لفائدة فريق الجيش الملكي. الشبوكي المدافع الشبوكي هو الآخر قائم بمقابلة جيدة إضافة إلى اللاعب فضيلي. شرط لفائدة فريق الجيش الملكي نفذ الشرط أنا فلوس. الحضريوي الحضريوي تمرية طويلة في اتجاه شيشة شيشة فاضلي. صراع هناك على الكرة بين مجموعة من اللاعبين. هناك بعض اللاعبين ساقطين للأرض. فريق الوداد البيضاوي وكذلك لاعب فريق الجيش الملكي. اللحظة الأخيرة كانت هناك تدخلات من طرف المدافع فاضل. استسمح إن كنت أقول فاضلي. الإسعافات الآن تتعطى الإسعافات تتعطى الآن وعلى ذكر الإسعافات فاللجنة المؤقتة تبع كرة القدم فأيضا تدارست موضوع الطب الرياضي. هناك مشروع لخلق أطباء متخصصين في الطب الرياضي لأن في أغلب الأندية تشاهد بأن هناك أطباء عامون وليس بأطباء متخصصين في المجال الرياضي. هذه من بين المشاريع اللي درستها أيضا اللجنة المؤقتة. تتابعوا دائما هذه المقابلة مباشرة من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. والنتيجة الآن هي هدف 1-0 لفائدة فريق الوداد البيضاوي. هناك تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي خروج اللاعب شيشة ودخول اللاعب جامع.
الشوط الاول تغيير في المقابله، دخول جامع محل لاعب الشيشه حارس بوبغي. وشله بالراس تيمومي الرموكي، الرموكي تيمومي وسلام، تمريره طويله، تدخل ديال فاضل. فاضل تخرج الكره تبعد كره الشرط، الشرط لفائده فريق الجيش الملكي. لاعب الربوكي هو اللي غادي ينفذ ضربه الشرط. زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي، الزاوية الثانية خلال الشوط الثاني لفريق الجيش الملكي. إفداد ضربة زاوية دائرية، والحكم تيعلن على ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد البيضاوي. ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد البيضاوي. دائما إصابة واحدة لصفر لفائدة فريق الوداد، الإصابة اللي سجلها اللاعب فرتوت في الدقة العاشرة من الشوط الثاني. انا فلوس بالراس، تيمومي مره بالراس، حضراوي ما تمكنش من الكره، في صراع قوي مع لاعب صابر. حارس بوبغي، حارس الوداد البيضاوي. وقف جاء اللاعب الصدري لكن تخرج الشارج، شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. العناصر ديال فريق الوداد تحاولوا ما يمكن الآن يبعدوا الكرة، يبعدوا الخطر. تلاحظوا فخرجوا كرة الشارج. وعامل الشرط دلالة طويلة لكن هناك فوزي ثم نجي اللي ما تمكنش من المراوغة. الصمدي جامع تيمومي، تمريره جيده لكن كاين هناك سهيل اللي تيرد الكره بالراس. سهيل مره اخرى ما خرجتش الكره. انا فلوس وضربه زاويه، لاعب سهيل كاين تيظن بان الكره غتخرج خارج الملعب. ضربه زاويه الثالثه خلال الشوط الثاني لفائده فريق الجيش الملكي. تيمومي هو اللي غينفذ ضربة زاوية، نفذت ضربة زاوية، تدخل فوزي وشرط مرة أخرى لفائدة الجيش الملكي. جامع اتجاه فرتوت،
بوكي بوكي حكم تعلن على خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. أفضل ضربة خطأ في اتجاه تيمومي والصمدي وأخيرا الحارس بوبغي. ما كاينش هناك واحد دفاع قوي الان من طرف لاعبي فريق الجيش الملكي بعد خاصه بعد تسجيل الهدف وذلك للبحث على هدف التعادل. نعرف الشرط هو اللاعب المستوري مره اخرى شرط لكن الحكم تيعلن على خطأ لفائدة الوداد لفائدة اللاعب بجيد. دار شفوي اللاعب بجيد حكم سيد حدقة. من ضربة خطأ غينفدا هو اللاعب فوزي راه طويلة في اتجاه فرتوت لكن بعيدة على فرتوت والبرز. أنا فلوس فاضل شبوكي ستوري تمرر طويلة مباشرة في يد الحارس البرازيل جامع. ربوكي فرتوت مراوغة مزيانة ديال اللاعب فرتوت يحاول يراوغ تضيع له الكرة. بوهلال في اتجاه أنا فلوس هناك فاضل وأخيرا الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. نفذ الشرط تيمومي حضريوي شمامي بدون شك غادي اتجاه مربع العمليات. تدخل فاضل صمادي هذه محاولة لكن ضربة زاوية الرابعة لفائدة فريق الجيش الملكي خلال الشوط الثاني. دائما التعادل الوداد البيضاوي متقدم بهدف لصفر على فريق الجيش الملكي. الهدف اللي سجله الدقة العاشرة في الشوط الثاني اللاعب فرتوت. افتات ضربة زاوية تدخل الحارس بوبغي مازال الكرة خطيرة قدفة قوية وتدخل ديال الحارس بوبغي تيمومي. خطأ لفائدة تيمومي. قدفة قوية من طرف اللاعب الربوكي. الشمامي هو اللي غينفذ ضربة خطأ. الشمامي تقداف بعيدة شيئا ما لكن هناك أحد المدافعين تدخل بالرأس. وشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. نشاهدوا الإعادة. ضربة خطأ نفذها اللاعب الشمامي. بالفعل كان على الإعادة يتضح بأن الرأس ديال المهاجم اصطدم مع رأس اللاعب اللي كان ساقط الأرض. شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. نفذ الشرط مريرة جيدة وكان بإمكان لكن هناك شروط. الحكم يرفع الراية ديالو بدعوى ان هناك شروط لفائدة الوداد. فوزي الصدري تيمومي في اتجاه الصمادي
حجم الكرة وضربة مرمى لفائدة الوداد. علائيين فصعب الآن على فريق الجيش الملكي. تبدو المهمة صعبة الآن بالنسبة لفريق الجيش الملكي. الصدرية باتجاه فرتوت ما تمكنش منها. أسلام تضيع الصمدي. تدخل السوري الرموكي بوهلال أسالم جامع مرة طويلة افتجاه أنا فلوس فاضل بالرأس تيمومي مرة أخرى فاضل بالرأس صمدي وشط لفائدة فريق الوداد. دائما إصابة واحدة لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي. الهدف اللي تسجل في الشوط الثاني في الدقة العاشرة بواسطة اللاعب فرتوت. مر الآن على الجولة الثانية 27 دقيقة. جامع لاعب جامعة اهداف مجيد الرموكي تمريرة طويلة جاء أنا فلوس والحكم يتدخل ويعني عن ضربة خطأ لفائدة الجيش الملكي. بدأت ضربة خطأ بسرعة تيمومي هذه فرصة رموكي الرموكي تحاول يقذف من بعيد. ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد البيضاوي. بوبري تيمومي أنا فلوس اتجاه صامدي لمشكل الكرة تيمومي مرة أخرى تضيع له فوزي الصدري اتجاه صابير امام مجيد بجانب الصدري تفضل يمرر اتجاه اللاعب علالي لكن تضيع الكرة خطأ لفائدة الجيش الملكي. تفت الخطأ بسرعة اللاعب الرموكي دائما عنده الكرة الرموكي شمامي اتجاه صمدي تدخل سهيل تيمومي الصدري فرتوت في اتجاه مجيد هذا هجوم لفائدة فريق الوداد ماشي مجيد هذا بل اللاعب الاسطوري وسالم الرموكي أنا فلوس مرة أخرى تدخل ديال الفاضل الرموكي شرط لفائدة الرموكي شمامي مراغة مزيانة ديال الشمامي غيحاول يقذف تيقذف تيدخل الفاضل مباشرة عند الحارس بوبري وتشاهدوا كيفاش تلقى الكرة الحارس بالصدر ديالو بوبري لأنه حتى الآن ما لقاش مضايقة من طرف المهاجمين لكن هناك فرص خطيرة جدا خلال الشوط الثاني اللي تشكل خطورة على الحارس بوبغي هذه تمريرة لكن هناك أشلة رموكي صح
صابر الرموكي دائما إصابة واحدة لسافر لفائدة فريق الوداد، إصابة التي سجلت في الدقة 10 من الشوط الثاني بوسط لاعب فرتوت. بداية المقابلة كانت بداية الشوط الثاني كانت شيقة، الآن بدينا نشوفوا المستوى نزل شيئا ما. كاين هناك واحد الرغبة أكيدة من طرف اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي لتسجيل هدف التعادل، لكن هناك دفاع قوي، دفاع فريق الوداد البيضاوي. هناك أيضا حراسة فردية على بعض اللاعبين، تدخل ديال فاضل، فاضل قائم بمقابلة جيدة. دقيقة لمرة الآن على الشوط الثاني، دائما إصابة واحدة لصفر لفائدة الوداد. الشريف تطلع له الشريف تأكد التعليمات ديالو للاعبين. بوبغي بوهلال، بوهلال اتجاه الصمالي ما تمكنش منها من الكرة، اللاعب الشبابي تيبغي يحاول يراوغ، تمشي الشرط لفائدة فريق الوداد. كفت الشرط اتجاه الصمالي الشبابي الحضريوي، الحضريوي حضوية مرة مزيانة ديال الحضريوي، لكن أحد المدافعين تيدخل بالرأس، تيجي الصدري فرتوت والحكم يتدخل لصالح فرتوت، وبدون شك هناك إنذار. إنذار أظن للاعب رقم 17 اللي هو أسالم، هذا هو الإنذار الثاني في صفوف فريق الجيش الملكي بعد انذار اوشلا خلال الشوط الاول. ضربة خطا لفائدة فريق الوداد البيضاوي. فوزي، فوزي اتجاه بغيمر اتجاه فرتوت، هناك بوهلال، بوهلال والحكم يتدخل ويعلن الخطأ لفائدة الجيش الملكي. الكرة الآن عند فريق الوداد البيضاوي، صابر، صابر في اتجاه علالي، علالي تضيع له الكرة. هجوم الآن لفائدة فريق الجيش الملكي، الرموكي، رموكي أنا فلوس، أنا فلوس يتمكن من الكرة، رموكي مرة أخرى، رموكي تدخل ديال فاضل، مجيد، مجيد صابر، مستوري، مستوري تغير اتجاه الكرة في اتجاه الصدر وكاد باش يخدع اللاعب جامع شمامي، شمامي تيمومي، هذا هجوم لفائدة فريق الجيش الملكي. تيمومي، تيمومي مازال عنده الكرة، تيبغي يقذف وخطأ، هذا خطأ واضح، خطأ واضح. إذا إنذار، إنذار آخر في صفوف فريق الوداد البيضاوي.
اللاعب المستوري. حوالي 35 دقيقة للمباراة الآن على الجولة الثانية، دائما إصابة 1-0 لفائدة فريق الجيش الملكي، وضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. إذن ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. رموكي تقدف تتمر جانبية من مرمى الحارس بوبغي. رموكي تقدف بشكل جيد، هذه هي الثالث مرة التي حاول تقدف من بعيد. اللاعب الرموكي تلاحظه يمتاز بقذفات قوية. وسلام بالرأس، مجيد ما تمكنش من الكرة، الصدري فرتوت بالرأس. هناك الحارس البرازيلي يقذف تجاه رموكي، رموكي يمرر تجاه حضريوي. حضريوي هذه فرصة لفائدة أنا فلوس، تدخل أخيرا فاضل. فاضل قائم بمقابلة جيدة. شرط لفائدة الجيش الملكي، نفذ الشرط. هذه فرصة لفائدة الجيش الملكي بواسطة لاعب أنا فلوس. فرصة ديال التعادل. اللاعب العلالي تعطاه التسعيفات، الإسعافات تدخل الآن الملعب. بوهلال الشمامي وجمودات صدري فتروت، لكن التمريره ديال فرتوت ضربت خطا. الوقت تيمر تقريبا الان 39 او 40 دقيقه اللي مرت على الجوله الثانيه. دائما اصابه 1-0 لفائده فريق الوداد البيضاوي. وجمودات الآن لفائدة فريق الوداد البيضاوي بواسطة اللاعب صابير. صابير دائما عنده الكرة، تبرم مزيان في اتجاه فرتوت. هجومات المضادة ديال فريق الوداد البيضاوي بدات تشكل خطورة على الجيش الملكي. رموكي تدخل ديال فاضل، اتجاه شبوكي وتدخل ديال الحارس البرازي. تيمومي تمريرة طويلة، تدخل ديال الصدري. الحكم تشير بأنه ما كانش هناك خطأ. مباراة طويلة في اتجاه الصمادي. هجوم الآن لفائدة فريق الوداد. فوزي وسالم بالرأس. جامع الحكم ترفع الراية ديالو، أظن أن هناك تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي. اللاعب رقم 18 هو اللاعب الاحمر اللي غادي يدخل محل اللاعب تيمومي. إذن اللحظات الاخيره من المقابله، 3 دقائق فقط على نهايه المقابله. دائما اصابه 1-0 لفائده فريق الوداد البيضاوي.
الإصابة التي سجلت في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بوسط اللاعب فرتوت شمامي. شمامي تمرر في اتجاه أنا فلوس تدخل ديال فاضل، وتلاحظوا بأن فاضل هو الآن من أبرز العناصر على الإطلاق في الملعب، فكل التدخلات كل إلا وتبقى التدخلات ديالو ناجحة، فهو برز الآن بشكل كبير. جامع وشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. إذا اللحظات الأخيرة من المقابلة، دائما إصابة واحدة لصفر لفائدة فريق الوداد. دقيقتان على انتهاء الوقت القانوني، كان هناك وقت ميت بفعل بعض الإصابات ديال بعض اللاعبين. هناك تغيير، دخول فوضي بل اللاعب ضعيف رقم ثلاثة، هذا شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. جامع الشمامي كرة طويلة، هناك صابر اللي تدخل ترجع الكرة لعند أسالم، وكل تقريبا كل اللاعبين ديال الفريق الودادي راجعين للوراء بطبيعة الحال، فهم متقدمين الآن وما بقاش الوقت كثير، طبيعي باش يدافعوا على هذا الهدف، هدف الفوز. هذا هجوم لفائدة فريق الوداد البيضاوي، تبرة طويلة قبل كانت تبرة مزيانة في اتجاه اللاعب مجيد، وأخيرا تدخل ديال الحارس البرازيلي بسرعة تقذف الكرة، تدخل ديال فوزي، وهناك أظن خطأ، بالفعل هناك خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. اللحظات الأخيرة من المقابلة، دائما إصابة واحدة لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي. فداد ضربة خطأ، صابر تمريرة في اتجاه أسالم الرموكي كانت ضربة رأسية ديال الصبادي لكن كانت ضعيفة، بسهولة تيتمكن منها الحارس بوبغي. اللحظات الأخيرة من اللقاء، دائما إصابة واحدة لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي. الوداد اللي الآن يشرف دون شك غادي يتمكن من كسب ورقة التأهل لمباراة النهاية. وأشير إلى أن مقابلة نصف النهاية الثانية ستجمع بين الكوكب مراكشي وأولمبيك خريبكا، وستتابعونها جميعا مباشرة من هنا من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. صمادي بالرأس، هذه خطيرة لكن الحارس كان أسرع، وهجوم مضاد لفائدة فريق الوداد. مجيد هو الآخر، هو كان جيد في هذه المقابلة إلى جانب فاضل، ضعيف هذا رقم ثلاثة، ضعيف تحاول إيراواغ، هذا هجوم لفائدة فريق الوداد البيضاوي، تدخل الحارس البرازيلي. هذه الآن هناك حملات متبادلة وخاصة من طرف فريق الجيش الملكي، هذا هجوم لفائدة فريق الشبوكي و كرة ترجع عند فريق الجيش الملكي. البرازي تيقذف، مجيد هذه خطيرة تحاول يراوغ لكن ما تمكنش اخيرا من المراوغه، اللاعب مجيد وضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي. اللحظات الاخيره من المقابله، وفي هذا الاثناء سيداتي وسادتي يعلن الحكم على نهايه المقابله. لاحظوا الشريف يقبل ارضيه الملعب بهذا الفوز
إذن إصابة واحدة لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي.